الآن ننتقل إلى طريقة ثانية لتصميم الـ FIR filter باستخدام أنواع معينة من الـ window. بالنسبة للـ non-rectangular window ينطيني less abrupt truncation، يعني الحدة بالقطع تكون أقل، والارتفاع الربل يكون أيضا قليل. هذا على حساب شنو؟ على حساب أنه الترانزيشن باند تكون أعرض. ترانزيشن باند هي تكون بين الأوميجا بي والأوميجا اس. الأنواع المعروفة للويندو هي عندي أولا الريكتانجولر اللي هو يكون واحد بالفترة من الصفر إلى الأم والصفر otherwise. البارتلت اللي هو نسميه ترانجولر ويندو يكون الأوميجا العفو سوري W of N تساوي 2 N على M بالفترة من صفر إلى M على 2، هاي إذا بحالة الـ M even. وعندي من الـ W of N 2 minus 2 N على M اللي هي من الفترة المتبقية من M على 2 إلى M، وصفر خارج هذه الفترة تكون صفر. النوع الآخر اللي هو الهانينج يكون الـ W of الـ N هو 0.5 minus 0.5 cosine 2 pi N على M، الـ N من صفر إلى M يعني أكبر أو تساوي صفر أصغر أو تساوي M. الهامينج هذا الـ W of الـ N مالته اللي هو يكون 0.54 minus 0.46 cosine 2 pi N على M. البلاك مان 0.42 minus 0.5 cosine 2 pi n على m plus 0.08 cosine 4 pi n over m. للفترة من الصفر إلى الm. طبعا هذه المعادلات يعني ما مطلوب من عندكم حفظها، تعطى بالامتحان هي وجدول آخر أيضا هسه راح نشوفه اللي هو خصائص كل نوع من هذه الأنواع. فقط المطلوب من عندكم أنه تفهمون شلون تسوون ديزاين للـ FIR filter باستخدام هذه الأنواع. راح نجي نشوف عندنا عدة خطوات راح نمشي عليها حتى تبسط لنا الحل، وراح نحل مثال ايضا راح نشوف شلون راح نستخدم يعني على اساس مواصفات الفلتر اللي اريد نسويها واللي هي حتكون معطاة بالسؤال اللي هي فلتر سبيسيفيكيشن يا ويندو راح نستخدم. راح نشوف انه اكو عدة خطوات راح نشرحها وراح نطبق هذه الخطوات وراح نحل. هسه هنا عندنا هذا دا ينطيني هاي الفيجر اللي يرسم لي الـ WN. طبعا هذا الريكتانجولر هو المفروض يصير بهالشكل، هذا اللي هو ريكتانجولر بس هنا بالرسم ما مبين. هذا الهامينج، هذا البارتلت اللي هو يكون بشكل ترينجولار، وهذا الهانينج وهذا البلاك مان. كل واحد الريسبونس مالته يكون مختلف. طبعا هنا هسه عندنا الفورير ترانسفورم مال هذه الويندو ل M equal 50
بس لو نجي نقارن الأنواع الويندو ويا الريكتانجولار، إن هذا هو الريكتانجولار، هنا عندنا نشوف إنه هذه السايد لوب هذه هنا تكون أعلى من الأنواع الأخرى من الويندو. الويندوز هي شو تكون؟ أيضا هي تكون سيمتريك. حتى تكون سيمتريك لازم نحقق هذا الشرط، واللي هو W of ال N يساوي W of ال M capital minus N. هسه شلون يعني نثبت هذه المعادلة؟ لو نرجع شوية للمحاضرة السادسة وناخذ فد يعني فد رسم من الرسومات، مثلا هذا الرسم، هذا الرسم، نشوف انه هنا ال M هي 12. زين شلون نحقق المعادلة اللي قبل شوية؟ سهو هذا سيمتريك الرسم. زين شلون نحقق المعادلة اللي قبل شوية اخذناها؟ المعادلة شو تقول؟ تقول W of ال N يساوي W of ال M minus N. يعني هسه مثلا لو ناخذ هنا عندي السامبل اللي هو 1، فشو نقول؟ W of ال 1 المفروض شو يساوي؟ يساوي W of ال 12 ناقص 1. W of ال 1 هنا يساوي W of ال 11، هذا هو الواحد هنا راح يساوي هنا هذا ال 11. هذا إثبات للمعادلة حتى تكون واضحة. طبعا هنا for M even or odd. لذلك انه نستنتج انه الـ window impulse response اللي هي مال الـ FIR اللي راح احنا نطلعها، اللي هي ال H of ال N هي تساوي W of ال N في H D of ال N، هي أيضا تكون the same symmetry with the ideal impulse response H D of ال N. يعني هذه ال H D of ال N هي شنو؟ راح تكون symmetry. ال window impulse response أيضا راح يكون symmetry. زين عندنا table number 1، هنا أنا شنو يلخص لي؟ يلخص لي الخصائص مال الأنواع الويندو اللي أخذناها، يعني كل وحدة إيش قد الـ stop band attenuation مالتها، إيش قد الـ stop band attenuation ASLB. هنا عندي الدلتا أوميجا هي الترانزيشن ويد تمثل، هذه الخصائص مال كل نوع. هسه راح نجي نشوف شلون نستعملها. هسه عندنا قبل لا نروح على المثال وعلى الخطوات، هسه لو نجي نشوف الشكل رقم 6، انه الاوميجا سي هو ماخذها باي على 4 والام هي 40. راح نجي نشوف انه الهامينج ويندو هي أفضل من الباقيات. ليش؟ لأن تكون متوازنة، يعني بين يعني تحقق توازن بين النارو باند ترانزيشن والهاي ستوب باند اتينيويشن.
هسه عندنا هذا الشكل لنا اللي امامكم. هنا الاوميجا سي هي باي على 4، الام هي تساوي 40. هسه لو نجي نشوف هنا عندي هذه نحدد اوميجا سي، هنا عندي هذه الاوميجا سي، هذه هي هنا الاوميجا سي، اوميجا سي. زين هسه لو نشوف نقارن بين هذه الانواع، نشوف مثلا عندنا النوع اللي هو ريكتانجولار ويندو، الترانزيشن وينت شو تكون بي؟ تكون قليلة، لكن على حساب شنو هذه الربل تكون أكبر. عندنا هنا الهانينج مثلا عندي هذه الربل تكون قليلة، لكن شنو الترانزيشن وينت تكون أعرض. هنا عندنا الهامينج اللي هو يعني شلون يعتبر يعني وسط بيناتهم، يعني يكون الترانزيشن ويث تقريبا قليل، يعني مو كلش عريض. وبنفس الوقت عندنا هنا عندي الربل بالستوب باند تكون ايضا حجمها قليل. هنا مثلا عندنا هذا النوع، صح هو اللي هنا عندي الستوب باند اتينويشن تكون كلش قليلة، لكن على حساب شنو الترانزيشن ويث تكون اعرض. وهكذا تبقى احنا حسب المواصفات المعطاة بالسؤال للفلتر، على اساسها نحدد اختيار الفلتر الويندو المناسبة. هنا هسه هو هذا هسه الشكل اللي شفناه. زين هسه قلنا هذا التيبل اللي هو شنو بي البروبرتي مال كل نوع من الويندو. هسه الان ننتقل الى التصميم ال FIR فلتر باستخدام هذه اللي هي نسميها فيكست ويندو. زين عندنا هنا هذه الخطوات فور لو باس فلتر، بدنا ناخذ فور لو باس فلتر ديزاين ستيب. اولا راح تكون معطاة بالسؤال عندنا الديزاين سبيسيفيكيشن او فلتر سبيسيفيكيشن اللي هي الاوميجا بي اوميجا اس اي بي والاي اس. من هذه المعطيات احنا شو نطلع؟ الربلز دلتا بي ودلتا اس، والدلتا هي مينيمم دلتا بي ودلتا اس. هذه اول ستيب. ثاني ستيب بما انه الترانزيشن باند سيمتريك، شو نسوي؟ الاوميجا سي نطلعها، هي مين نطلعها؟ اوميجا بي زائد اوميجا اس على 2. مثل ما تعرفون انه الاوميجا سي هي يعني شفناها بالمحاضرة السابقة، هي كانت بين الاوميجا بي والاوميجا اس، فحتى نطلعها والاوميجا بي زائد اوميجا اس على 2. determine the design parameter A، نطلع هذا البارامتر A اللي هو ماينس 20 لوج الدلتا، الدلتا اللي هي طلعناها منها. زين ونطلع الترانزيشن وذ، منين نطلعها؟ نطلعها من الدلتا اوميجا، دلتا اوميجا هي شنو؟ اوميجا اس ناقصا اوميجا بي، اللي هو شنو؟ راح يطلع لي الترانزيشن الترانزيشن وذ. زين هسه احنا من المعطيات اللي عندنا بالسؤال طلعنا هذه البارامترات اللي هي الدلتا بي والدلتا اس والدلتا، وطلعنا الاوميجا سي والاي والدلتا اوميجا، هذه كلها نطلعها. زين هسه من خلال هذه القيم راح احنا نجي نحدد يا نوع ويندو راح نختار. شلون راح نحدد؟ from table 1 اللي هسه قبل شوي شفناه، نختار الويندو اللي تنطيني
أقل stop band attenuation بحيث يكون greater than A، يعني أقل stop band attenuation أكبر من A. فهنا عندنا من يعني على هذا الأساس أختار الويندو، وبعدين شنو نطلع؟ نطلع الام. الام هي شنو تساوي؟ تساوي لل L ناقص واحد. زين شلون نطلعها؟ نطلعها by selecting the corresponding value اللي هو دلتا أوميجا from the column label اللي هي exact دلتا أوميجا. هسه راح نجي نشوفها بالمثال، راح تكون أوضح. إذا كانت الام يعني طلعنا ال L وطلعنا من عندها الام، إذا الام اللي طلعت لي odd شو نسوي؟ نزيد بمقدار واحد، نزيدها بمقدار واحد. زين هنا عندنا بعدين شنو نطلع؟ طلعنا الام، فراح شو نطلع؟ راح نطلع الامبلس ريسبونس اوف ايديال لو باس فلتر اللي هو هذا اللي طلعناه بالمعادلة اللي هو اتش دي اوف الام تساوي ساين اوميجا سي في ان ماينس ام على 2 على باي في ان ماينس ام على 2. زين هسه بعدين شنو نحسب؟ راح نحسب الامبلس ريسبونس. احنا عندنا طلعنا هذه من المعادلة رقم 12 والاوميجا ان سوري دلتا اوف الام سوري دبليو اوف الام راح نطلعها من راح نطلعها من نوع الفلتر. احنا بالبداية اخذنا كل فلتر بدلتا اوف الان مالته من خلال نوع الفلتر اللي حددناه من البداية. راح نشوف يا دلتا دبليو ان راح نستخدم. زين هسه حتى يكون كلامي واضح راح ناخذ مثال. عندي هذا المثال let us the design of low pass linear phase FIR filter. هذا الفلتر بهذه specification هذه المواصفات اللي هي omega p تساوي 0.25 باي، omega s تساوي 0.35 باي، وال a b 0.1 دي بي، وال a s 50 دي بي. اول شيء شو نسوي؟ قلنا لازم الستيب الأولى لازم نطلع الدلتا بي والدلتا اس وبعدين نطلع الدلتا. زين مين نطلعها؟ نطلعها منها. عندي هنا هذه ال اي بي نطلع من عندها الدلتا بي. طبعا اخذنا بالمحاضرة السابقة مثال بسيط شلون نطلع الدلتا بي من ال اي بي. والاي اس مين نطلعها؟ هنا عندي سوري الدلتا اس نطلعها من ال اي اس. وبعدين هسه هنا احنا طلعنا الدلتا بي والدلتا اس، احسبوها انتو جربوها. راح تطلع عندي الدلتا بي 0.0058 والدلتا اس حتطلع 0.0032. زين الدلتا هي شنو حتكون؟ حتكون قلنا المينيمم بين الدلتا بي والدلتا اس، فالمينيمم ياهون المينيمم هي 0.0032. الاي شلون قلنا نطلعها؟ ناخذ ماينس 20 لوج للاساس 10 المن للدلتا راح يطلع 50 واللي هو حيكون يساوي الاي بي. الآن شو نطلع؟ نطلع الكاتوف فريكوانسي اللي هي الأوميجا سي. أوميجا سي هي أوميجا بي بلس أوميجا إس على 2. ليش؟ لأن قلنا هي صايرة بالنص بين الأوميجا بي والأوميجا إس، فنطلعها من مجموع أوميجا بي بلس أوميجا إس على 2. زين جي راح يطلع 0.35. نطلع حسة شنو نحسب؟ نحسب الترانزيشن باندوث اللي هو شنو؟ دلتا أوميجا. دلتا أوميجا هو أوميجا إس ماينس الأوميجا بي. من شنو راح أشقد حيطلع؟ بوينت بوينت وان باي. عندي هذه الأوميجا إس أطرح منها الأوميجا بي راح يطلع بوينت وان باي. زين
هسه طلعنا كل الأشياء اللي نحتاجها من المعطيات، طلعنا الدلتا بي والدلتا اس، وطلعنا الدلتا، وطلعنا الاي، وطلعنا الأوميجا سي، وطلعنا الدلتا أوميجا اللي هو ترانزيشن باندويف. من التيبل شنو راح نختار؟ راح نختار الهامينج ويندو. ليش؟ لأن الهامينج ويندو تنطيني أقل اتينيويشن أكبر من الأي. هذا هو شرط اختيار الويندو. هسه لو نرجع للتيبل، احنا عدنا الأي شقد طلعناها؟ الأي طلعناها 50 dB، 50 dB. فشنو نختار؟ نختار الأي إس، قيمة أقل قيمة بالأي إس تكون أكبر من 50. أقل قيمة أكبر من 50 هي 53، فمعناتها 53 هي شو تمثل يا ويندو؟ تمثل الهامينج ويندو. هذه كل البروبرتي اللي تخص الهامينج ويندو اللي بعد أنا راح اختاريت نوع الويندو من مقارنة الأي والأي إس. فالباقي تكملة الحل راح بعد أحتاج فقط البروبرتي مال الهامينج ويندو. زين، هسه شنو نريد نطلع؟ نريد نطلع الام. زين، شلون نطلع الام؟ هسه لو نروح نرجع على الويندو، على التيبل، من الاكزاكت، هذه الاكزاكت دلتا اوميجا ايش قد عندي بالنسبة للهامينج؟ 6.6 باي اوفر ال. زين، شلون راح اطلعها؟ الدلتا اوميجا اللي طلعتها، هاي دلتا اوميجا اللي طلعتها راح اساويها ب 6.6 باي على ال. فشنو راح تطلع عندي؟ فقط ال الدلتا اوميجا عندي هسه طلعناها، اعوض هنا قيمتها، اطلع ايش قد عندي؟ اطلع حيصير عندي فقط ال مجهول. طلعت ال 66. بما انه احنا شنو قلنا؟ قلنا ال L هو M minus 1، ال L هو يساوي M minus 1. زين، هسه اذا اطلع ال M هو L minus 1، ال M هو يساوي L minus 1. زين، هسه اذا اريد اطلع ال M من ال L، ال M ايش قد راح يطلع؟ راح يطلع 65. 65 فردي، احنا قلنا اذا طلعت فردي لازم شنو؟ نزيد بواحد. فلذلك شنو راح ناخذ ال L؟ راح ناخذ ال L قيمتها 67، راح نزيدها واحد، راح ناخذ هنا حتصير 67. فبالنتيجة ال M هي L minus 1، فحتطلع ال M 66 اللي هي شنو؟ اللي هي حتكون even. زين، هسه طلعت كل البارامترات اللي احتاجها. هسه شنو؟ اعوض بالمعادلة اللي هي ال H of ال M. sin 0.3 باي minus 33 اللي هو شنو؟ اللي هو مثل لي M على 2 على باي في N minus 33. في هذه شنو يا ويندو؟ هذه الويندو مال الهامينج. هسه راح نروح نتأكد من عندها اللي هي هنا طلعناها. هذه اللي هي ال W of N
بوينت 5 4 ماينس بوينت 4 6 تو باي ان على ام. ال ان من صفر الى ام، يعني اكبر او تساوي صفر، اصغر او تساوي ام. هذه هي اللي عوضناها بالاخير. طبعا هذا هو الرسم اللي magnitude response بالنسبة للإكزامبل. هذا هنا أنا عندي الزوم للماجنتيود ريسبونس، هنا approximation error. لهنا أنا انتهت المحاضرة، إن شاء الله تكون واضحة. شكرا جزيلا لكم.